بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا في سؤال بيطرح نفسه في هذه الأيام، ناس كثير بتسأل عنه، إن هو إيه موقف المسلم عامة من الانتخابات؟ هل يشارك ويروح يطلع بطاقة انتخابية ويروح ينتخب من يراه أصلح أو أفضل للمسلمين؟ وهل يجب عليه ذلك أم لا يجب؟ وهل دخول الانتخابات ده أمر جائز شرعا أم لا؟ إن المجالس دي بتسمى، نتكلم عن انتخابات مجلس الشعب، المجالس دي تسمى مجالس تشريعية، مجالس تشريعية، ما راه الأغلبية في هذا المجلس يشرع ويصبح إيه؟ قانون ملزم لعموم الناس. فهل يجوز للمسلم أن يشارك؟ وسؤال آخر ده موجه للطيار السلفي خاصة، دعوة في الأسكندرية، لماذا لا تشاركون في الانتخابات؟ وبتخرج اتهامات، وده اللي بيدفعنا ان احنا نتكلم، يعني اتهامات انتوا سلبيين، انتوا سلبيين وما بتسعوش لتغيير المجتمع، وكل حاجه بس عندكم تمسكوا الكتب وتقعدوا في المساجد، وضع الامه لن يتغير طول ما انتوا بتعملوا كده، لازم تشاركوا وتبقوا ايجابيين. حتى ان البعض يعني بيتطاول ويتهم اخوانه بما لا ينبغي ويقول أصل دول تبع الحكومة وعملاء للحكومة والأمن وكلام من هذا القبيل يعني. فدي شبهات بتطرح نفسها وناس كثير بتتساءل طيب إيه الموقف؟ يعني بداية المسألة دي يعني لابد من يعني حسن النية في مناقشتها وعدم التعصب. ينبغي على المسلم أن يبحث عن الحق لمجرد الحق، وكما قالوا اعرف الحق تعرف أهله، يعني في الحق تعرف إيه؟ أهله. ولا يغرنك كثرة الناس، غركش الزحمة والأصوات العالية، لا، احنا عايزين نعرف إيه هو الحق بالدليل من الكتاب والسنة، بالدليل من الكتاب والسنة. فدي مسألة لا شك إن المسلم ينبغي أن يهتم بها، وإحنا نشكر كل حريص إنه بيسأل عن دينه، ونشكر كل متحمس حتى وإن كان تحمسه ده يعني في غير الطريق السليم، بس هو متحمس للدين في الجملة، يبقى محسن. إن بعض الأخوات كانوا معطين أسئلة ومتحمسين جدا، وإزاي أنتم ما تشاركوش، وإزاي أنتم بتنتقدوا الإخوان، وإزاي تقولوا كذا وكذا، فين الأمر المعروف وفين المشاركة في التغيير، وإحنا إزاي نعمل زي أصحاب السبت. عارفين قصة أصحاب السبت؟ لما قيل لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هو اللي بيقعد ما يروحش ينتخب ده عامل زي اصحاب السبت، ها يعني كان، خد بالك ده في الواقع كانه حصر التغيير في الانتخابات، يعني لن يتغير المجتمع الا بالانتخابات. السؤال، ليس هناك طريقه لتغيير واقع المسلمين الا بالانتخابات ولا في طريقه اخرى؟ ها، وهل الانتخابات دي طريقه شرعيه؟ هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بس احنا عايزين نقول ان بفضل الله سبحانه وتعالى بلادنا وكثير من بلاد المسلمين انتشر فيها الخير والمجتمع يتغير وان كان ببطء، ولكن في تغير ملحوظ. شوف الاف الشباب الملتزمين بفضل الله سبحانه وتعالى، الاف وعشرات الالاف ومئات الالاف من المنقبات والملتزمين في كل قطاعات الدوله وكل قطاعات البلد بفضل الله عز وجل. يعني اللحيه الاول كانت جريمه، وكان الراجل الملتحي ده راجل نكره في المجتمع، دلوقتي ما شاء الله في كل حته الفضائيات، ها، في المراكز الكبرى تلاقي اخوه ملتحين وناس افاضل ملتحين بفضل الله عز وجل. فده دليل على ايه؟ شر الدعوه، ان الدعوه بتؤتي اكلها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود العلماء والدعاه وطلبه العلم من جميع الاتجاهات الاسلاميه. واحنا لا ينبغي ان نتعصب لاتجاه على حساب اتجاه، ولا ينبغي ان نهضم احدا حقه.
إذا كنا إحنا حننتقد الإخوان دلوقتي فإحنا لازم نقول أولا الإخوان جماعة مسلمة ولها أيدي بيضاء في نشر الدين ونصرة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين في الشرق والغرب. نقول تاني إذا كان إحنا حننتقد الإخوان بنقول إن هم جماعة مسلمة لها أيدي بيضاء في نشر الدعوة ونصرة الإسلام وقضايا المسلمين في الشرق والغرب، ولهم يعني في عنق كثير من الملتزمين يعني يد ومنة في أنهم يعني هدوهم وأرشدوهم إلى الطريق الصحيح والسليم. ده أمر لا ينكر ولا بد أن يقوله كل منصف، زائد أن الجماعة تحتوي وفيها كثير من الصالحين والأفاضل والدعاء وأهل الخير والصلاح. ولكن لازم نقول لك في خلاف مع الإخوان في قضايا منهجية، أو نقول بمعنى أصح أن الإخوان خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في عدة قضايا. هنذكر باختصار والكلام ده موثق وأذكر لكم مصادره. أول حاجة أن في قضايا الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأسماء الله وصفاته، الإخوان ليس لهم منهج محدد. يعني هل هم أشاعرة؟ هل هم معتزلة؟ هل هم يتبنوا منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا هم إيه؟ القضية دي بيسكتوا عنها وبيحاولوا يخلطوا بين المذاهب ولا يتكلموا في هذه القضية بزعم أن دي تفرق الناس، فده سكوت وتنازل عن أمر من صلب الدين، صلب العقيدة. تكلم فيه الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري وابن عيينة وأحمد بن سلمة وأحمد بن زيد وأهل العلم الكبار والسلف، وكانوا ينكرون على من خالف هذا المنهج. فيجي واحد وإن كان فاضلا وإن كان عالما يريد أن يلغي كل ذلك بجرة قلم، يقول لك احنا المفروض نسكت عن هذه المسألة ونجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى وإن كان ما اختلفنا فيه من الأمور التي أجمع عليها الصحابة ومن الأمور التي يضلل فيها المخالف يعني باتفاق أهل العلم، وفي مسائل أخطر وربما تكون أوضح من ذلك. قضية الولاء والبراء عند الجماعة قضية مهمشة، بل مهملة، بل إن هذه القضية يجار عليها في كثير من الأحيان. موقف الإخوان من اليهود، موقف الإخوان من النصارى ومن المخالفين. للأسف إن أنت تجد في مكتب الإرشاد رجل نصراني، مكتب إرشاد جماعة الإخوان واحد نصراني، يعني هيأمر بإيه ده؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فضلا بقى على أن في كل عيد وفي المواسم أن الإخوان بيرسلون مبعوثا رسميا يروح ياخد البابا ولا مش عارف مين المدعو ده، البابا بياخده بالحضن يهنئه بالعيد، والتهنئة بالعيد دي طبعا مشهورة عندهم، مع أن ذلك إن لم يكن ضلالا وكفرا فهو جريمة، فهو معصية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا كان لا يجوز التهنئة على شرب الخمر وفعل الزنا فمن باب أولى لا يجوز التهنئة على الكفر. ينفع واحد يشرب خمرة تروح تقول له كل مرة وانت طيب؟ يرتكب فاحشة تقول له كل مرة وانت طيب؟ تروح بيسب ربنا سبحانه وتعالى، يقول ربنا ولد ومات، حاشا لله، لقد جئتم شيئا إدا، تروح تقول له كل سنة طيب؟ هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. الموقف هنا موقف خطير. فضلا بقى تسمع الهتافات العجيبة ان هم ابناء الأمة والإخوة والوحدة وغير ذلك من الكلمات، وربما يعني يسكتون عن بيان ضلالهم بسبب يعني مصالح سياسية معينة وحسابات سياسية، وده امر مثبت. حتى ان في تصريح للأستاذ حسن البنا رحمه الله، معناه كان رجل فاضل ومحترم، الا انه قال: اسمع، ليس عداؤنا مع اليهود عداء دينيا، اسمع، ليس عداؤنا مع اليهود عداء دينيا، وإنما العداء لأنهم احتلوا فلسطين. الكلام ده منافي لنص القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خطاب أرسله الأستاذ حسن البنا لحاخامات اليهود في مصر
في سنة 49 أو 48 بيخاطبهم بلفظ السيادة وباسم الوطنية والقومية أنه يقف مع المسلمين لاسترداد فلسطين السليمة. ده كلام قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه يكو سيدكم فقد أغضبتم ربكم. يخاطب الكافر بلفظ السيد، دي جريمة صراحة. فده موقف مختصر من الولاء والبراء، وفي شواهد كتير يعني احنا مش هنذكر التفاصيل. موقف الإخوان من الشيعة الرافضة، الإخوان عبر الزمان من منذ نشأتهم يساعدون فيما يسمى بالتقريب بين الشيعة والسنة، واستضافوا أحد كبار مراجع الشيعة اسمه محمد القمي في مصر أكثر من مرة، ويشجعون على ذلك حتى أنهم يوجبونه. أستاذ عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين رقم 3 الثالث بيقول إيه؟ بيقول التقريب بين السنة والشيعة واجب الفقهاء الآن. طب يا جماعة ده الشيعة دول بيقولوا القرآن محرف، نرى منهم إزاي؟ الشيعة دول بيقولوا الإمامة ركن من الدين، واللي ما يؤمنش بالإمامة يبقى كافر، يعني بيكفرونا. بيقولوا السني نجس يجب قتله، نرى منهم إزاي؟ بيسبوا أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، كثير منهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر يسير، نرى منهم إزاي؟ دعوات التقريب دي بين الأديان أو بين المذاهب المختلفة هي في الواقع دعوة إلى تنازل المسلم عن دينه وعقيدته، مفيش إلا كده. ما هو مبطل وضال. إحنا ممكن نجتمع نقعد على مائدة واحدة مع واحد يلعن أبا بكر وعمر ويرى أن ذلك دينا، يتهم عائشة بالفحشة، يرمي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يهدم الدين، ونقول نقرب؟ نقرب إيه؟ نقرب إيه؟ ده مش فاهم، يا إما إنسان جاهل اللي بيقول الكلام ده، لما إنسان مغرض فأحسن الأحوال مش عارف يعني شيعة، لم يقرأ مذهبهم. ومن لا يعلم يسكت حتى لا يضلل الناس ولا يجر يعني الانحراف إلى الأمة. وبعض الناس بيقول يعني أنتوا ليه بتتكلموا عن الإخوان وإحنا تعرف يعني الإخوان أحسن من غيرهم، بتتكلموا ليه كده؟ انصحوهم في السر. سر إيه؟ ما هو أصلا لو واحد ارتكب معصية سرا ننصحه سرا، لكن ده أمر عام يعني يخص الأمة كلها. هم الإخوان دول فرد ولا اتنين؟ ما هو لو زيد ولا عبيد ارتكب خطأ أنصحه إيه؟ سرا. لكن كان الخطأ ده دعوة عامة وجماعة وأمة من الأمم، يبقى لابد أن تكون النصيحة إيه؟ عامة للناس، والدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالموقف من الرافضة موقف سيء جدا عبر التاريخ وعبر الزمان، وزي ما نقلت لكم يعني عن كبارهم يعني هذه طريقتهم. طبعا عدم الدعوة إلى العقيدة الصحيحة منهج أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان، ما تجد منهجا واضحا عندهم في تقرير العقيدة الصحيحة وقضايا التوحيد والإيمان، تجد الأمر في تميع. لذلك تجد في الإخوان واحد أشعري واحد معتزلي، ربما تجد واحد فيهم يميل إلى التكفير، ربما تجد واحد فيهم صوفي، ها ودي النقطة اللي بعد كده. فالجماعة ليس لها منهج واضح، المنهج عندهم إيه؟ أقول تاني: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. دي عبارات مطاطية، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، في اختلاف الفروع، في اختلاف الأصول، في اختلاف في قضايا مجمع عليها لا يعذر فيها المخالف، في اختلاف في مسائل يعذر فيها المخالف. احنا مختلفين مع بعض في الحجاب واجب، النقاب ستر الوجه واجب ولا مستحب، يعذر بعضنا بعضا. احنا مختلفين مع بعض في التسمية قبل الوضوء، في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع، مختلفين مع بعض في مسائل الفرعية، يعذر بعضنا بعض. الصحابة اختلفوا مع بعض في مسائل كثيرة، لكن نختلف، الأمة تختلف في مسائل عقائدية فيها اتفاق الصحابة والسلف ونقول يعذر بعضنا بعضا؟ لا، يبقى ده انحراف عن الدين، ده انحراف عن بص القاعدة الذهبية، قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم مش قاعدة حسن البنا، قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تحفظ الحديث دوت لازم. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في الحديث ده
سبب الفرقة وسبب النجاة. سبب الفرقة إيه؟ إياكم ومحدثات الأمور. النجاة فين؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هو دي النجاة. وبعدين بعض الناس، دي نقطة مهمة، إن هو بيتكلم بالعاطفة بس، ما يفكرش بعقله وبقلبه، لازم الأمور بميزان الشرع، عاطفة جياشة وعايز ينصر الدين، نشكرك على العاطفة، لكن العاطفة وحدها لا تكفي لنصرة الدين، والحماس وحده وإن كنا نشكره لا يكفي لنصرة الدين، لابد من بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تكفي الحماسة، واحد أقول لك ليه أنتم مختلفين، ليه سلفيين وإخوان ومش عارف أنصار سنة وصف، ما تيجي نجتمعوا كلنا. نجتمع إزاي؟ نجتمع إزاي إذا كان في خلاف؟ وحتى لو اجتمعنا يكون اجتماع على دخل، سرعان ما يحصل انشقاق وتصدع، لابد الاجتماع يكون قائم على أسس منهج سليم. وكما قال بعض الأفاضل، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نجتمع على كلمة التوحيد، نجتمع على المنهج الصافي الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. موقف الإخوان من الصوفية، إيه موقف الإخوان من الصوفية؟ تلاقي في الجماعة أصلا صوفيين. والأستاذ حسن البنا يعني، وناس كتير ما تعرفش كده، رحمه الله، نشأ في طريق الحصافية وتلقى البيعة على شيخها، وهو بيحكي منامات يعني ما فيش داعي لذكرها، أنه هو شاف الشيخ بتاع الحصافي ده في رؤية يعني فيها يعني تبجيل وتعظيم ليه، وبعد كده راح عشان يأخذ البيعة عليه، وكان يحافظ على أوراد الطريق الحصافي. والشيخ حسن البنا بيذكر في كتاب مذكرات الدعوة والداعية بخط قلمه أنه رحمه الله كان يذهب إلى المزارات، ومنها في دسوق، اللي هو الشيخ اسمه ايه؟ الدسوقي. الشيخ بيحرص على الموالد وعلى الزيارات. احنا لعله كان متأول، لعله كان مخطئ، لكن الكلام ده موافق للشرع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. فده مخالفة يعني خطيرة. فضلا بص عن الأخطر بقى من ذلك، أن كبار الإخوان يرون أن مسائل التوسل والدعاء عند القبور وتعظيم أصحاب القبور من مسائل الذوق. اسمع كده، الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول: ما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والدعين إلى قبورهم. ليه بتشنوا الحملة على كده؟ ما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين إلى قبورهم. طب الناس بيقولوا مدد يا تسوقي، مدد يا بدوي، ده شرك. واحد يقول للبدوي ادعي لي ربنا يغفر لي، ده شرك آخر. وإن كان الأولاني أكبر والثاني أصغر، واخد بالك؟ والتعظيم القبور وأصحاب القبور ده ذريعة لهدم الدين. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على إيه؟ القبور، خاصة قبور الصالحين والأنبياء. بيقول أيضا الكلام ده في كتاب شهيد المحراب للأستاذ عمر التلمساني، بيقول: لا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشد. مصيبة والله. بيقول إن توسل بالموتى عند القبور مسألة تذوق. إيه؟ تذوق يعني أنت في ذوقك ماشي، ذوقك مش جاي لك، خلاص كل واحد براحته. ذوق إيه؟ فين الدين؟ فين الشرع؟ كل حاجة يحكمها الشرع، حلال وحرام، سنة أو بدعة. الكلام ده موجود في كتاب شهيد المحراب صفحة 226 وصفحة 231. نقطة أخرى عند الإخوان: التعصب الشديد للجماعة وفكرها وقائدها. أحد قادة الإخوان في الكويت الأستاذ المهلهل بيقول إيه؟ بيقول: الجماعة لا تعبأ بأي داعية أو مصلح أو صالح أو خير، حتى لو كان من أزهد الناس وأحسنهم عبادة، طالما لا ينتمي إلى الجماعة ويرى فكرة. تعصب مقيت حقيقة يعني. والأستاذ سعيد حوى بيذكر في ثنايا كلامه أن الفكر الرشيد والمنهج الأوحد لنصرة الإسلام منهج الإخوان وفهم حسن البنا،
وأي فهم تاني غير فهم حسن البنا هذا فهم خاطئ. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فين الرجوع للكتاب والسنة؟ أخطاء بشعة، تعصب مقيت. تجد بقى التعصب المقيت ده مع التيارات السلفية، محاولة منعهم من الدعوة إلى الله لو كانوا يقدروا، خدت بالك، تضيق عليهم، يتسامحون مع كل أحد. يعني تجد تحالف الإخوان مع الاشتراكيين والعلمانيين وغيرهم، ولا يطبقون مع الإخوة السلفيين، لا يطبقون معهم، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حملات التشويه لطلبة العلم والدعاء، وده أمر مؤسف. يعني ننصحهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يكفوا ألسنتهم عن تشويه صورة طلبة العلم والدعاء والعلماء. طيب، دي بقى نقط رئيسية تقريبا في الخلاف. تعالى ما ندخل للموضوع، احنا ليه لا نشارك في الانتخابات؟ المشاركة في الانتخابات فيها خلاف سائغ بين أهل العلم في الواقع الحالي، فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، بين فريق يجوز بضوابط يقول يجوز في ظل الدول التي لا تحكم بالشريعة أن يشارك المسلم في المجالس التشريعية لأن في مصلحة، بس اللي بيجوز بيجوز بيه بضوابط. وفريق آخر من أهل العلم يمنع من ذلك أصلا، يقول لا يرون المشاركة في هذه المجالس لأنها مجالس مبنية على تغليب والأخذ برأي الأغلبية وعدم الالتفات للشرع وعدم تحكيم الشريعة، فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيه. يبقى قولين لأهل العلم والخلاف سائغ، بس من يشارك يشارك إيه؟ بضوابط، يشارك بضوابط. وإحنا بداية لا ننكر على من يذهب مؤيدا للإخوان، لا ننكر، ولكن إحنا ما بنشجعش وبنقول ليس هذا هو الطريق لنصرة الدين ونصرة الإسلام، وأنه يحدث كثير من المخالفات. طيب تعالى شوف المفاسد. أولا التغيير في اللي بيحصل تغيير فرعي وليس أصلي، يعني اللي بيدخل في الانتخابات غرضه إقامة الدين، هل بيحصل؟ بيحصل بعض التغييرات الفرعية التي ممكن أن يقوم بها أحد الناس، ليس تغييرا أصليا. والإخوان عبر التاريخ من سنة 41 بل ربما قبل ذلك وهم يحاولون دخول مجلس الشمال، أستاذ حسن البنا رحمه الله رشح نفسه في الانتخابات مرتين لحد النهاردة، النهاردة 2010، يعني بقى لهم 70 سنة في التجربة دي أو ما يقرب من ذلك، ومع ذلك لم نرى إصلاحا ولم نرى تغييرا حقيقيا. بيقول لك ما هو احنا مش عارف عيننا كم واحد، عالجنا كم واحد، رصفنا كم طريق، ساعدنا كم محتاج، منعنا كم حرامي من يدخل المجلس. ويا أخي ما يدخل المجلس واحد إيده نظيفة وبيصلي أحسن ما يدخل المجلس واحد منافق وعميل. أنا معاك، بس إيه التمن؟ هل أولا يعني الإخوان بينضبطوا بالضوابط الشرعية لدخول الانتخابات؟ أبدا، فيش ضوابط، في مخالفات شرعية كبيرة. أولا، واحد، التحالف مع العلمانيين والاشتراكيين. اثنين، السكوت عن أهل البدع وأهل الكفر، ما يقدرش يقول لهم أنتوا غلط عشان العملية تمشي وما حدش يقول عليهم كذا وكذا. المسألة الثالثة، يعني للأسف نشر صور النساء وإدخال النساء في المعترك الانتخابي، وكأن يعني يا أخي ليس في بلادنا رجال وتعلق صور النساء. والله هذا أمر أبا يعني كل مسلم يعني حر، فضلا عن يكون طالب علم وداعية، تعلق صورة امرأته أو أخته في الطرقات ينظر إليها البر والفجر، لا شك أن هذا أمر يعني يأباه كل مسلم. أيضا يعني موقف قادة الإخوان من التصريحات الخطيرة اللي صرح بها كبار الإخوان، من الأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح قال لا مانع أن يتولى رئاسة مصر قبطي إذا اختار ذلك الناس، مصيبة نصراني يعني. يقول تاني، بيقول لو أن الناس اختاروا عدم تطبيق الشريعة فنخضع لقولهم، مصيبة والله، والله مصائب. بيسألوا أحد الصحفيين بيقول له أنتوا بتعترضوا على أن وزارة الثقافة بتنشر بعض القصص الأدبية التي فيها دعوة إلى الغرام والحب والفواحش، بيقولوش الفواحش يعني، قلة الأدب يعني، فبتعترضوا ليه؟ قال له نحن نعبد
لأن هذه تطبع على نفقة الدولة من الأموال العامة، أما لو طبعها على نفقته الخاصة هو حر لا بأس. يا راجل يا مسلم، إيه الفرق بين الإخوان وبين العلمانيين لو هم بيتبنوا المنهج ده؟ ومن أظن أن كثير منهم يرفضون ذلك، بس ده محدش طلع أنكر. والأستاذ عبد المنعم لما قال الكلام ده كان عضو في مكتب الإرشاد، فده وضع خطير. يعني يجوز اللي أنا أدخل بيتي وأن أنا أصبع في بلاد المسلمين قصص تدعو إلى الفواحش والغرام، ها؟ عشان إيه؟ فين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فين غض البصر؟ فين الدعوة إلى الله؟ فين منع المنكرات؟ طيب إحنا نسألهم الأفاضل دول، هو يسمح بذلك في بيته؟ يعني يسمح لابنه يدخل بقصة غرامية كده ويقعد يقرأ فيها لفلان ولا علان من الكتاب، ولا هيمنعه؟ ها؟ مش ده الواجب شرعا؟ فأمور صراحة مؤسفة. الانتخابات من مفاسدها أن عدم مصداقية هذه الانتخابات. احنا قلنا عبر التاريخ تجارب مؤلمة، وبعدين هناك من يترصد لك. اللعبة ليست في أيدينا، ليست في أيدي الإسلاميين. أنت يوم ما تخرج عن خط اللعبة، يوم ما يحسوا أن أنت هتوصل يكبوا الترابيزة باللي عليه. صنم عجوة، صنم عجوة. ديمقراطية، ديمقراطية، حرية الرأي والتعبير. الصناديق مليانة ويقول لك حرية الرأي، الصناديق مليانة ويقول لك الديمقراطية. طيب يوم ما يحصل، يوم ما يحصل يعني انتخابات نزيهة، ها، وينجح فيها الإسلاميين، إيه اللي يحصل؟ زي ما حصل في الجزائر، ها، قلبوا الترابيزة، أكلوا صنم العجوة، كلوه. لأن بقول لك لن نسمح للديمقراطية أن تأتي بأعداء الديمقراطية. مش ممكن، الديمقراطية يوصل ليها كل حد، اشتراكي، علماني، قومي، وطني، فاجر، فاسق، مجرم، لكن الراجل الإسلامي ده اللي بيطبق الدين ما نسمحلوش أبدا. فده في الواقع، هو ده الواقع خاصة في بلاد مصر. طيب احنا ما بنشاركش في الانتخابات، ما احنا نقول للإخوان انتم امتنعتوا في سنة من السنين عن المشاركة في الانتخابات، احد الدورات الانتخابية اظن سنة 87 تقريبا، الإخوان امتنعوا من الدخول. نسألهم امتنعتوا ليه؟ يقولوا ما كانش متوفر شروط النزاهة، رأينا المصلحة في الامتناع. خدت بالك؟ طب هو دلوقتي توفرت شروط النزاهة؟ احنا بقى شايفين المصلحة في الامتناع طول، لان احنا ما نضيعش نفسينا جهدنا ووقتنا ومجهودات الشباب، ورق يتعلق ومال وجهد وعلى الفاضي، او بلاش على الفاضي، على مصالح قليلة. فضلا الاخطر من كلمة تنساهاش، تنازل عن القضايا الشرعية وتفويت مصالح شرعية كبيرة، بل قول الباطل لأجل الوصول. يقولوا ما فيش حاجة اسمها جزية وإحنا إخوات وكده. الدخول في الانتخابات بيحول الراجل الداخل في الانتخابات من داعية إلى خصم سياسي. الثاني، الفريق الآخر، الحزب الآخر بيرأي خصم سياسي داخل ياخد منه كرسي، فبيبدأ يستشعل العداوة معه، فبتتحول من داعية مقبول ومحترم عند جميع طوائف الناس إلى خصم، بل ربما يعني يتقول متقول عليك اللي انت تسعى إلى الحكم والسلطة وعايز توصل لها باسم الدين، ما عنده ليس حراما، ليس جريمة. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بس هناك فرق بين يوسف النبي لم يتنازل عن دين وبين ما يفعله يعني إخواننا. بنقول يعني المسألة ديت ربما يترتب عليها بعض مصالح، يعني ربما يكون في دخول الانتخابات بعض مصالح بيمنعوا بعض المجرمين، بعض المنافقين، بيحاولوا يوصلوا صوت الإسلام، وإن كنا نشك يعني في مقدرة على ذلك إلى أكبر قطاع أو إلى قطاع معين من الناس، ولكن هذا لا يساوي المفاسد الكبيرة التي تحدث. في مفاسد كبيرة، فبنقول يا إخواني هناك طريق آخر لنصرة الدين، هناك طريق آخر، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طريق نشر العلم، طريق الصبر على ذلك، تربية طائفة المؤمنة. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، 13 سنة صلى الله عليه وسلم لم يصطدم مع أحد، ولم يسعى إلى ملك ولا رئاسة، وإنما كان يربي جيل فريد من الصحابة. فإحنا ينبغي أن نسعى في تربية جيل فريد من شباب المسلمين. لو حصل كده ربنا هينصرنا. إزاي؟ ما تقولش إزاي، تيجي بقى من شمال، تيجي من اليمين، تيجي من فوق، تيجي من تحت، ربنا هينصرنا. كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بس الوعد ده لمين؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو وجد فينا طائفة تستحق النصر والله ربنا هينصر. احنا لا نستحق النصر حقيقة، لازال الطريق طويل، لازال المطلوب أكثر من الواقع، لازال هناك خلل في صفوف المسلمين عامة وفي صفوف الملتزمين خاصة، خلل في العلم والعمل والدعوة والصبر. لو عالجنا الخلل ده وأوجدنا الطائفة المؤمنة تأكد أن حيأتي نصر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كتب ذلك والعاقبة للمتقين. ولكن لازال زي ما قلنا في خلل كبير. فليس المنهج والطريق يعني طريق الاتخاذات ده لا يثمر، مفاسده أكثر من مصالحه. لا ننكر أن يكون فيه هناك بعض المصالح لكن المفاسد كبير. نقطة ثانية، مفيش التزام بالضوابط الشرعية، في تنازل عن أمور شرعية كبيرة وخطيرة منهجية كما سبق في منهج الجماعة، أيضا في التطبيق والسعي إلى ذلك، خلط بين الحق والباطل. في النهاية بنقول لإخواننا يعني اقبلوا النصيحة ولا يكن في صدوركم حرج. احنا بننصح لله ونبين ما نراه حقا، ما ندين له، ما ندين به لله سبحانه وتعالى. نحن شايفينه حق بنقوله، وده قول كثير من أهل العلم والأفاضل. فيعني إن قبلوا النصيحة فبها ونعمت، وإن أصروا على ما هم فيه بنقول لهم الخلاف سائغ وانضبطوا طب الضوابط الشرعية.